باسم حاكم المنطقة ليونزية 351 لبنان الأردن العراق وفلسطين، نرحب بحضرة المدير الدولي السابق ليون سليم موسى، بالحاكم السابق المباشر ليون مرشد الحشاهين، بالحاكم المنتخب ليون الدكتور نصر الله برجي، بالنائب الثاني المنتخب للحاكم ليون نبيل نصور، بعميد الحكام القنصل ليون كميل فينيانوس، والحكام السابقين المحامي ليون لويس أبو فرح، ليون وجيه عكاري، ليون نبيل الروس، ليون مرسيل سلامي، ليون وليد بشارة ووصل بعد، ليون المهندس جورج أبو شديد، ليون الدكتور فياد دبوسي، ليون سامي بربيري، ليون المهندس سمير أبو سمرة، ليون الدكتور عماد عسيران، ليون جابي جبرايل، ليون المحامي ميشيل قليموس وصل كمان ما بعرف. ونرحب كذلك بمديرة الوكالة الوطنية للإعلام السيدة لور سليمان صعب، نرحب بأعضاء مكتب ومجلس الحاكم، رؤساء القطاعات والأقاليم ورؤساء الأندية وكل الزملاء الحاضرين، أهلا وسهلا بكم. سنة الطبيعة أن تزرع البذور في الأرض وتروى وتسمد وترعى، حتى إذا أتى الربيع شقت التراب وعانقت وجه الشمس وبدأت مسيرها إلى النمو والبلوغ، وحين يأتي زمن الحصاد تتوهج المواسم خيراً ويقطف العاملون غلال جهدهم وتعبهم. انطلاقاً من هذه المعادلة المشرقة، يقف حاكم المنطقة الليونزية 351 ليون فادي غانم، وهو على مشارف انتهاء ولايته، ليصافح الأيدي، كل الأيدي، خصوصاً التي مسحت معه ملح التراب وسهرت وعملت وصرفت الكثير من الجهد والتعب المشبولين بروح المحبة والعطاء المجانيين، لتبقى رسالة الليونزية مرفوعة على الأكف ورايتها مرفرفة خفاقة في سماء الإنسانية والمجتمعات. سنة ليونزية حافلة بالأنشطة والمشاريع توجتها طيبة شاب من وطننا لبنان يرفل جوهره بالحب والتواضع والهمة والطموح، ألا وهو الحاكم ليون فادي غانم، الذي أدى الرسالة بأمانة الليونز الملتزم الصادق، وجاء اليوم ليقول لمن شاركه الدرب الصعب كلمة واحدة ينطق بها قلبه قبل لسانه: شكراً لكم جميعاً. وهذه الدروع التي تمثل أمامكم الآن ما هي إلا
بادرة عرفان وتحية تقدير لمن كان في قلبي مسيرة العطاء، وهي أيضاً رمز للمحبة التي لا نستحق أن نكون من اللايونز ما لم نحملها في قلوبنا شعلة دائمة. هذه الدروع لا تعتمد التصنيف والأولوية معياراً، ولا هي كذلك نوع أو شكل من الترضية أو الاسترضاء، وقيمتها لا توازي في أي حال قيمة فعل العطاء والعمل والجهد، بل هي قبلة محبة وامتنان على جبين كل من أعطى وعمل واجتهد. وختاماً، وباسم حضرة الحاكم وأعضاء مكتبه ومجلسه وباسمي الشخصي، أتمنى للصائمين من الزملاء صياماً مباركاً داعياً إلى الله تعالى أن يتم علينا جميعاً هذا الشهر الكريم بالخير والبر والبركة. وأترك المنبر الآن لحضرة حاكم المنطقة الليون فادي غانم ليقول كلمته. مش عرق ايضا. ما كان النجاح يوما صنيعة إنسان بمفرده، ففي محراب الخدمة والعمل الاجتماعي والإنساني اليد الواحدة لا تصفق، كما الطائر لا يصل القمم الباسقة بجناح واحد. فمعا حلقنا عاليا في فضاء اللايونز، ومعا نظمنا سيمفونية الفرح والتضحية والسهر، وكان هذا التناغم الرائع، وكان الجمال رجع صدى لخير زرعناه لتعب بذلناه، وكان اللايونز أنشودة عطر وفرح، رسالة محبة ورجاء، وكان اللايونز صلاتنا المشتركة، تراتيل كونية عنوانها الإنسان، وكان اللايونز دين الحب وأيقونة سلام، مساحة تلاقي على البذل، وكان اللايونز وسيبقى ويستمر نهراً في صحاري هذا العالم، وحات غناء مطراً يروي ظمأ التراب، ومواسم تتوالى في ربيع اللايونز الدائم. مساء الخير. زملائي في الخدمة، اللايونزيون تكرمهم إنجازاتهم، تكرمهم عطاءاتهم، ويكرمهم إيمانهم بما استلهموا من مثل وقيم جمعيتنا الدولية، فهم نساك في صومعة العطاء، زاهدون بالمظاهر، دأبهم نشر ثقافة اللايونز وعنوانها أن لا معنى لفرح وسعادة بعيداً من الخدمة والعطاء، من غرس بزار المحبة في تربة المجتمعات والأوطان. إلا أن تكريمكم اليوم هو تكريم مضاف، بادرة وفاء لمن آزرني وعاونني في مكتب ومجلس الحاكم، في كل ناد ولجنة، في كل مواقع اللايونز. هو تكريم لأن اقتصر على من واكبوا العمل تنظيماً وإدارة ومتابعة يومية، إلا أنه تكريم لكل لايونزي، فالنجاح جاء ثمرة تعاوننا جميعاً، إلا أنه من الصعب أن نكرم مئات اللايونزيين واللايونزيات المستحقين، وكل لايونزي في منطقتنا يستحق تكريماً مع كل إنجاز، وسيكرم في مسار نضالنا اليومي في محطات لاحقة. ولا يظن أحد أن مواسم الزرع توقفت،
ولا يظن أحد أيضاً أن هدفنا حصاد ما زرعنا، فلغيرنا أن يحصد الآن. وفي ثقافتنا الليونزية نتطلع إلى وافر الغلال، لا إلى من حرس ونسر البزار، ولا إلى من غرس ورعى واعتنى. في ثقافتنا الليونزية ننظر إلى غلال الخير، لأن الأيدي التي تزرع هي أيدي جميع الليونزيين. فبساعدي غرست أشجاراً بقوة حضوركم ومشاركتكم، وامتدت جذور الزرع عميقاً بتكاتفنا، وسنظل نزرع ونخدم، ولأننا وصلنا الليل بالنهار مرة السنة بسرعة، فمع العمل ينعدم الشعور بالوقت. زملائي، عملت من موقعي على تقريب وجهات النظر في مناخ ديمقراطي رائع ساده الاحترام، حبذا لو يعمم على مستوى أوطاننا وحكوماتنا. وكنتم القدوة والمثال في تكريس ثقافة الديمقراطية واحترام الرأي الآخر، وأنا هنا اليوم لأعتذر منكم. نعم، فلا عمل يمكن أن يكون كاملاً، لأن الكمال لله وحده. أعتذر إن قلت لا في بعض الأمور، وأعتذر إن بدر مني من لم يلق ارتياحاً لدى بعض أخوتي في الخدمة، لأنني كنت شديد الحرص على عدم تخطي القوانين والأنظمة الليونزية. وأعلم أن ليس ثمة ما يفسد في الود قضية، وأعتذر بمحبة، فأنتم إخوتي وأنتم خميرة الجمعية، إليكم أرفع أسمى آيات التقدير، إليكم المحبة، إليكم وافر الاحترام، إليكم تحيات القلب للقلب. وما كنت طوال سنة إلا خادماً حملت راية الليونز ورفعت شعلة العطاء، وقد أضاءت ساطعة بنور وجوهكم وتعبكم. لا أملك إلا أن أقول ما لا تسعفني الفصحى على قوله، كنت هالسنة بتعقده. سنة هادئة ومفعمة في الوقت عينه بالنشاط والحيوية، وجميعنا خدم وضحى وأعطى، وكنا معا وسنبقى، لأننا دائما نتطلع إلى الأمام في سبيل الليونز الذي يجمعنا على الخير. نساعد من هم أقل حظا في كل المواقع، كنا في الميادين الصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية. فالليونز يعني الحرية والذكاء وسلامة الأوطان، وقد عملنا من وحي هذا الشعار، وقدمنا من القلب، وحققنا إنجازات وأرقام تعجز دولة عن القيام بها. وكل فرد منكم صنع الفرق، منكم من عمل وضحى كثيرا، ومنكم من عمل بفلس الأرملة. وفي المحصلة كنا معا وحققنا إنجازات كبيرة، وقد نزرنا أنفسنا للخدمة، وكان شعارنا الليونزي فعل نضال يومي وعمل مستمر. وتمكنا من أن نضيف مدماكا في صرح الجمعية، مدماكا رصفنا حجارته بالمحبة والتعب، على قاعدة أن من يعرف أكثر مطلوب منه أكثر. فالشكر كل الشكر لكافة الأندية الكبيرة والأندية الصغيرة والأندية الناشئة، والشكر لأندية الليو، للأندية العريقة التي نهلنا من معين تجربتها. وهنا اسمحوا لي أن أهنئ الأندية النسائية، وأقول صراحة أن هذه الأندية أحدثت الفرق في المنطقة، فقدمت وأعطت وفاجأت، قدمت بروحية عطاء الأم والأخت والزوجة. وأهنئ الأندية التي ترأسها الليونزيات، أثبتنا قدرة على القيادة. وفي شكرنا الليونزيات لن ننتقص أبداً من سائر الأندية، وإنما نقول برأس مرفوع إن الليونز في منطقتنا بدأ يرسخ التكامل بين الرجل والمرأة. وكم كنا نتمنى لو اقتدت الدولة بمثل هذا التكامل، لتكون المرأة في مواقع القرار في هذه الدولة دون منة الكوتا النسائية التي رفضت وللأسف. لكننا لن نفقد الأمل، فمنطق الحياة
أقوى من كل المورسات والتقاليد التي بدأ يتخطاها الزمن. الحضور الكريم، أتقدم بشكر خاص لأعضاء مكتب ومجلس الحاكم لما بذلوا من تضحيات، وقد قاموا بدورهم على أكمل وجه في مواكبتهم اليومية، لا في الربع الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع فحسب، وإنما في كل المهمات، ولا سيما في مؤتمرنا الليونزي الأخير، وقد جاء تتويج لكل مسار العمل ولكل الإنجازات التي حققناها معاً. وأؤكد بحضوركم ومشاركتكم الواسعة أننا تمكننا من استعادة المنطقة لوجهها المشرق أكثر فأكثر. والشكر أيضاً للإعلام، وأخص بالشكر الوكالة الوطنية للإعلام وعلى رأسها الإعلامية والسيدة الفاضلة لورا سليماني التي نقدر ونحترم تضحياتها في إدارة هذا المرفق الإعلامي الذي يمثل وجه لبنان، وقد أضفت بحضورها حيوية وتمكنت من تحديث ومواكبة التطور التقني في مجال الإعلام الإلكتروني، وهذا إنجاز مشرف للبنان، ونحن على يقين بأنها ارتقت بالوكالة الوطنية إلى مستوى ما يفرضه التحدي في زمن العولمة وثورة المعلومات. وأشكر الصحفيين في الأو تي في ريتا وناتالي وعبدو، وما عدت أعرف من يستضيف من. وأشكر الصحفية ليا معماري من كل لوميار ونور الشرق، وقد واكبتنا وكانت إلى جانبنا. وأشكر كل الصحافة اللبنانية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإعلام الرقمي. ولا أنسى أن أتوجه بشكر للصديق ميشيل أمبور وللعاملين في موقع غدي نيوز البيئي وفي موقع السائر، وهم من أهل البيت. أشكر المدير والحكام السابقين بوقوفهم إلى جانبنا وما ظنوا بتوجيهاتهم وتوجيهاتهم، وشكر خاص للحاكم سمير أبو سمرة على وقوفه إلى جانبي. وأريد أن أطمئنكم، أدمع عزبني عزبته. وأشكر فريق عمل الشباب، وقد رافقني لثلاث سنوات شباب يرفعون الرأس وهم صخرة ليونزية صلبة، ومعهم سنكمل الطريق في أي موقع كنا، وسيبقى التحفيز أبعد من مجرد شعار، وما حققناه جاء قسم كبير منه عبر التحفيز الذي شكل رافعة أساسية لتطوير القدرات. زملائي، افتخروا بليونزيتكم، افتخروا وأنتم فرسان البصر، افتخروا وأنتم فرسان الخدمة، افتخروا بمرور 100 سنة على الجمعية التي انتسبتم إليها، افتخروا بتواضع سنبلة قمح خاشعة بما تخزن من حنطة وحب، افتخروا لأننا مستمرون فيما قطعنا من عهود، وما هذه المناسبة إلا جسر عبور لسنوات جديدة بغض النظر في أي موقع كنا. ولا نختتم اليوم مشوارا ومسيرة، فحضورنا راسخ وسنكون أينما دعت الحاجة، وسنولي البيئة ما تستحق من اهتمام، فهي القضية الأكبر اليوم في كل بقاع العالم. وإنني إذ أحيي رؤساء اللجان ورؤساء البرامج والمستشارين الذين كانوا جميعا على قدر الثقة، وتحية إلى الصديق داني جدعون فيما بذل من جهود وهو ملك الوسائل الاجتماعي. وأنوه أيضا بأن جناحين ساعداني على التحليق معكم وبكم في فضاء الخدمة، وعنيت بهما أمين السر النائب الثالث المنتخب اللايون نبيل ناصور، وأمين المال اللايون ميشيل حسون. واسمحوا لي قبل أن أترك المنبر أن أحيي شريكتي في الحياة زوجتي كلودين. واسمحوا لي قبل أن أترك المنبر أن أحيي شريكتي في الحياة زوجتي كلودين ورفيقتي في الخدمة. أستمد منها القوة وأستمد منها القدرة على مواصلة الطريق في ميدان العمل العام، وهي زهرة العمر سخية بعطفها ومحبتها. وأذكر يوم زفافنا عندما كتبت لها على باقة الورد: سأمضي العمر معك
وأنا بانتظارك الساعة 6 فلا تتأخري. وكلودين، طيله السنوات التي عشناها معا لا تنتظرني الساعة 6 فحسب، تنتظرني كل ساعة، كل دقيقة، كل ثانية، داعمة لمسيرتي، حتى وإن توانيت يوما عن عمل أو مهمة بسبب تعب أو إرهاق، تأبى إلا أن أتواجد حيث يجب أن أكون، لأننا شركاء في الحياة وفي الخدمة أيضا. فلها ولأولادي ميكائيل وماريا كل المودة والحب. يكفي أنها آمنت بالخدمة وتحملت مسؤوليات كبيرة لتؤكد أن المرأة هي ركن الحياة الأساس وهبة الحياة والمنظورة للتضحية والعطاء في سبيل عائلتها ومجتمعها. عشتم، عاش الليونز، عاشت المنطقة، وليحيى لبنان. سنبدأ تقديم الدروع وتكريم الأصدقاء. الفكر الليونزي قائم على العطاء والخدمة وعلى الصداقة وحب الوطن طبعا. يقول السيد المسيح عليه السلام: لا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال بل على المنارة لينير على كل من في البيت. ويقول في موضع آخر: لا تدع يدك اليسرى تعلم بما فعلته اليمنى. فإذا كان اللايونز يعملون بوحي من الآية الثانية: إذ هم يعملون بصمت ولا ينتظرون أجرا إلا أجر المحبة والسماء، فإن أهل الإعلام يركنون إلى الآية الثانية، يركنون إلى الآية الأولى ويحرصون على إجهار الخير والحق والجمال. لذا يواكبون الكثير من أنشطة جمعيتنا ويضيئون عليها بمهنية وصدق ومحبة أيضا. لذا لم يجد حاكم المنطقة ليون فادي غانم إلا أن يثمن وقفتهم إلى جانب الجمعية وتغطيتهم لأنشطتها ومشاريعها وإنجازاتها. ونبدأ معا بتكريم الإعلاميين. الدرع الأول للسيدة لور سليمان صعب مديرة الوكالة الوطنية للإعلام. مساء الخير أيها الحفل الكريم. إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أقف اليوم بينكم وأنتم تحتفلون اليوم بنهاية سنة ليونزية لأندية الليونز الدولية منطقة 351. هذه الجمعية التي تحمل رسالة سامية في كل زمان ومكان، وفي الربط بين ترسيخ الهوية الفردية والحس بالمسؤولية تجاه الآخرين وروح التواصل مع المجتمعات المحلية والعالمية في آن. إنما يربط بين الإعلام كرسالة وما يجسده شعار أندية الليونز منذ نشأتها حتى اليوم أكثر من قاسم مشترك في مسيرة طويلة وشاقة في حمل رسالة سلام بكل مضامينها وتشعباتها
وتجسيداً لحرية نسعى جميعاً بكل ما أوتينا من عزم وإرادة إلى أن تكون مصونة وتكريساً للخدمة العامة من دون مقابل. شعاركم شعارنا، الحقيقة والحرية والخدمة، مثلث يختصر عملاً نمارسه كل يوم في رسالتنا الإعلامية التي آلينا على أنفسنا التمسك بها على الرغم من الصعاب والمشقات والمتاعب. فالحقيقة المجردة نسعى إلى اكتشافها في عملنا اليومي بكل صدق وأمانة مع أنفسنا أولاً ومع ما تحمله الرسالة التي نذرنا أنفسنا لها ثانياً، وهذا ما يدفعنا دائماً إلى البحث والتقصي وطرق أبواب المراجع المعنية للاستفسار والتدقيق لتكون المعلومة التي ينبغي أن نعممها على الناس بعيدة عن الشائعات والأقاويل غير الموثوق بها، وبهذا نكون جنوداً في ساحة الخبر الصادق والصحيح. إن تجربتنا الطويلة في الوكالة الوطنية للإعلام علمتنا أن نتقصى الحقيقة من مصدرها، لأن أي تشويه أو تحريف قد يسيء إلى سمعتنا وإلى صدقيتنا. لذلك فإننا أمام ما يسمى السبق الصحفي وأمام التريث لمعرفة خلفية أي خبر، نفضل ألف مرة التريث والتأكد من صحته قبل بثه. وهذا الأمر التزام منا تجاه أنفسنا أولاً واتجاه من نمثل ثانياً، إذ يكون تعاملنا مع الخبر من منطلق مهني بحت من دون خلفيات أو أفكار مسبقة، وصولاً إلى اقتناع بضرورة تقديس الحقيقة واحترام المواطنين الذين لهم حق علينا في المعرفة المجردة. فالصحافة الملتزمة احترام المهنة ومتطلباتها ومنها تقصي الحقائق وصدقية المصادر هي التي تخدم الحريات العامة وترفع سقف الحرية الصحفية. أما عدم الدقة في العمل الصحفي فيؤدي إلى الإساءة لصدقية العمل الصحفي. فالصحافي يكون محصناً فقط عندما يمتلك الحقيقة ويمتلك القدرة على الدفاع عنها بالبراهين والإثباتات الحسية، وهو عرضة للمساءلة إذا ما استغل موقعه الصحفي لتضليل المجتمع أو الإساءة، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. واليوم أتقدم منكم بجزيل الشكر والتقدير على تكريمي في هذا الاحتفال، ولكن اسمحوا لي أن أقول لكم إن ما قمنا به في الوكالة الوطنية للإعلام من نشر أخباركم وأخبار غيركم من الجمعيات منبعه اقتناع وعهد قطعناه على أنفسنا أن تكون الوكالة الوطنية للإعلام لجميع اللبنانيين ومن دون انحياز. صحيح الوكالة الوطنية هي وكالة رسمية، ولكنها ليست للرسميين فقط. ومن هذا المنطلق نتابع عملنا اليوم مع معالي وزير الإعلام الأستاذ ملحم رياشي، الذي يسعى إلى تحويل وزارة الإعلام إلى وزارة تواصل وحوار، ويعمل على تفعيل الضوابط المهنية الملزمة التي تحمي حرية الصحافة من فلتان يسيء إليها وإلى الآخرين، لأن الضوابط المهنية لا تشكل قيداً يمنع الصحافة من قول الحق، فهذا دورها، لكنها وسيلة لحماية الصحافة من الاستغلال الذي يلحق الأذى بدورها وبحقوق الآخرين. مجاناً أخذتم، مجاناً أعطوا، هكذا تعلمنا وهكذا نعلم أولادنا. الخدمة الحقيقية لا تقاس بما يمكننا أن نحصل عليه في المقابل، لأن الخدمة التي تقومون بها من خلال أندية اللايونز هي خدمة
تجذير القيم الإنسانية في مجتمعنا الذي بدأ شيئاً فشيئاً يتفلت من تقاليد نفتخر بها، وهي التي تميزنا عن المجتمعات السائرة في درب الاستهتار بالقيم والأخلاق. وفي الختام أجدد شكري لكم وأتمنى لكم المزيد من النجاح في الخدمة شعاراً وعملاً يدوم إلى الأبد جيلاً بعد جيل، وشكراً. شكراً مدام نور. التكريم الثاني للإعلامي ميشيل قنبور الذي سبق أن كرمه سعادة الحاكم ولم يحضر اليوم بسبب المرض. الإعلامية ليا عادل معماري من محطة تيلي لوميير ونورسات ومحطة جي أن أن. من محطة أو تي في الإعلامي عبد الحلو الذي لم يحضر الآن بسبب وفاة والدته ويتقبل التعازي. الإعلامي عبد الحلو. الإعلامية ريتا نصور أيضا من محطة أو تي في بعد مجلس النواب. الإعلامية ناتالي عيسى وتتسلم الدروع عن زميلها وزميلتها. الليون هلا رياشي. الليون لطفي سري الدين. الليون هاني أبو المنى. الليون هدى صدأ. الليون هدى موجودة؟ الليون جان مطر. الليون رياض التل. الليون إبراهيم باز. الليون إبراهيم موجود؟ الليون محمد البعريني. الليو محمد البعريني عفوا. الليون حنان طويل. الليون لينا هوشر. مش موجودين؟ مش موجود يمكن. الليون أنطوان عنداري. ما اجاك؟ الليون إبراهيم باسيل. الليون ماتيلدا أبو زيد. الليون أليس نصر.
زبطت معي أنا صار يجيني هوا من الأسيل. الليون جوزيف كوري. الليون غرازييل لديك. الليون أمير حسني السبع. الليون لارا موسوي. الليون نادين لواندوس. الليون هدى أبو سمرة. الليون ريمون أسمر. الليو ماريو عساف. أنا شيخ الشباب. الليون عزة شبلي. الليون عزة موجود. الليون رشيد قاعي كمان مش موجود. ليون ميليسا أبو جودي. ليون جوزيف حبيئة مش موجود. ليون ماري كلير أبو جودي. ليو أماني فيدروني. ليو فاضل الحص. الهوز. ليو جورج نصور. مش هون. الليون عصام أبو شقرة. ليون لينا هوشر. موجودة. الليون وديع مارون. الليون رشيد أبو جودي. كريس. الليون عليا شهاب.
الليون علي أمهز. الليون جيهان الحاج. الليون علي تفضل. الليون أحمد السوس. الليون عقل رعيدي. الليون عقل موجود. الليون جورج حنوش موجود. الليون شانت هافاتيان موجود. الليون زياد شمة. الليون جابي حج. الليون جابي موجود. موجود. جابي موجود. مش معودين اسم جابي انت. ليون سركيس فضل الله. ليون سركيس. ليون ألكسندر صغير. ليون زهير رضوان. ليون الياس هرموش كمان مش هون. ليون سليم عقل. ليون نصر ضو موجود. ليون مروان عبد الخالق. الليون شدى دلبيز مش موجودة. لا حيستلم زميله. اوكي. الليون لونا صادق هاشم. الليون نهى مخلوف. ليون نهى موجودة. ليون طلال الجردي. ليون جي حج. ليون جان بستاني. ليون جان. ليون جابي شاهين مش موجود. ليون خليل سيئلي. ليون خليل. ليون رأفت رعد.
لايون ريتا بيتار. لايون ريتا بيتار. ليون وليد فحل. ليون عبد الرحمن أنصاري. ليون هيفا صغيب. ليون دكتور أمال عيسى منصور. ليون حسن صفي الدين. موجود. ليون فؤاد بوديب. ليون الياس الجويش. ليون الياس موجود. ليون مارون مكحول. ليون مارون هدول أعضاء نادي ليو دراغوس. هدول أولادنا يا حاكم. ليون فؤاد هيدي لا عندهم إفطار. لا قبله. ليون عبدو نصر. ليون عبدو. ليون جاك حداد. ليون ماري يونس. ليون ماري. ليون ماجي نصار. ليون إدمون خلف. ليون إدمون خلف. ليون أيمن معاليقي. ليون ميشيل أنبور مش موجود هون. ليون سليم خوري. أجل ليون سليم. ليون جو خوري. دكتور جو خوري. يلا. ليون غريس نعيم. ليون جوزيف ميماسي. شو
أنا سامح. ليون جورج عبد الله. ليون إلي غانم. يا ريت تمسكون بالخشبة بس لأنه في شيء بعده ملزق طازة. ليون شربي الحلو. النار يلا بعده. ليون دولي فرح. ليون خالد آغا موجود. ليون خالد ليون إلي أبي خليل. ليون رجا جبور. ليون دعد عمون. ليون رولا أنصاري. ليون حسن شامي. ليون ماهر لادي. ليون لبيب جريج. ليون أولغا حلو. أولغا حلو موجودة. ليون سارة هلال. ليون زكية مجذوب. ليون سونيا صادر. ليون لياس أنطونيوس. من هون؟ ليون جوزيف توتل. ليون جوزيف توتل. ليون هدى لطفي. ليون رنا أبو ظهر. ليون زهرة شمة. ليون نيلة حداد.
لايون نايل حداد، لايون عاطف جرودي، عارف جرودي عفوا، عارف شيخ الشباب حبيبنا، لايون سعيد علامي، لايون سعيد علامي، لايون نزيه هلال، لايون فادية حامد، لايون فادية مش موجودة، لايون العميد منير بجاني، لايون دكتورة نادين فرنجي، دكتورة نادين هون، لايون جيزيل راسي، لايون هاني أبو المنى، لايون عزت طبارة، لايون عزت طبارة، لايون جورج دعبول، لايون نضرة نجم، لايون فادية شهوان موجودة، لايون فادية، لايون عبد الله فيكاني، في حدا بده يسلم عن لايون عن لايون عبد الله؟ قالوا لي لايون ريمون ابو حبلي، لايون امال رنو، لايون شرب الحمايمس، لايون ماي زيادي، لايون بول كليموس مش موجود، لايون أنطوان شمالي، لايون الياس سعادي، لايون الياس سعادي موجود، لايون كلوديا عزار، كلوديا مش هون كمان، ما معودة اسمها كلوديا،
ليون نذر روس. ليون ميشيل طنوس. ليون كميل شديد. كميل مش هون. ليون ياس عادي موجود. ليون حاتم حاتم. ليون فاطمة الدورة. دكتورة تفضلي. ليون عليا موسان. ليون حكمة الحج. ليون حكمة. ليون رولان تنوس. مش موجود. ليون كارول راسي. وين الحاكم مرشد بيستلم أنا؟ ليون كارول الراسي. مش سامع عامل حالك مش سامع. ليون مها حبيب. ليون ريمون أسمر. ليون عايدة معلوف. ليون رزق الله غانم. شون ليون رزق الله. ليون أندري أرعى. ليون أندري. ليون دكتور شادي خانجي. ليون أندري خليل. ليون أندري خليل. ليون ريما كنعان. ليون حنا خياط. ماشي ليون حنا. ليون مارون يونس. ليون أليس نصر. ليون أليس. مش موجودة ليون أليس. وينها؟ خليت. ليون بشرة سويد. يلا غيره. ليون جون بيير زوندي.
ليون سعاد عبدو. ليون فاليري معلوف حسون. فاليري معلوف حسون. ليون أليس نصر. ليون إميل النور. ليون لويس نبوت. مش موجود. ليون داني قرداحي. ليون ميري غانم. لا إميل النور. إميل النور مش هون. ليون إميل النور موجود. ليون ميري غانم. ليون باسكال داوود. ليون باسكال داوود. ليون تيودور دي ماريوسف. ليون فارس غريب. ليون فارس. ليون بسام مارون. ليون ميرنا رعد. ليون سمر يوسف. ليون إلي متري. ليون أنطوان غانم. ليون أنطوان مجا. ليون أنطونيو أنطون. ليون أنطونيو أنطون. ليون سمير سمعان. ليون لطف الله سلامي. ليون لبيب نصار. ليون لبيب نصار. ليون حبيب حداد. مش موجود. طيلة. ليون أليكس حداد. ليون أليكس حداد موجود. ليون لوسي رولان. ليون لوسي وين؟ يلا. ليون منى عودي. ليون جان مطر. ليون روبير فريحة. مش هون؟ روبير فريحة. أجون. ليون روبير فريحة مش موجود. ليون فريال حداد. جورج نعمان.
ليون جورج نعمان. ليون جورج نعمان موجود؟ ليون نادية أبو عتمي. ليون نادية أبو عتمي موجودة؟ ليون أنطوان عبود. ليون أنطوان ملكي. دكتور أنطوان تفضل. ليون زياد شمة. ليون إيفا مقدسي. ليون دكتور صلاح اللاذقي. ليون روضة جرودي. ليون سبيريدون سمايرا. ليون بيير زغندي. ليون بيير زغندي. استلموا عنه انا لبيير. ما اجى بيستلموا ابنه. خير سلمني عليه. ليون شارل جمال. ليون شارل جمال موجود؟ ليون أنطوان سعد. ليون زينة زيدان. ليون زينة زيدان موجودة؟ ليون مجدي فقيه. ليون مجدي فقيه. ليون خلود حلبي. ليون لودي بربيري. ليون عامر عاصي. خلاص حسين بسلم. حسين حسين اعطيني 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 بس بس مرسيح حسين. اي ليون توفيق طقشي. ربع ساعة. لا ينشو فيه تقشير. ليون إميل. ليون إميلي شماس. ليون شيبان هيكل. ليون أفروديت حدايب. ليون نعمي قديس. ليون دنيا فرحات.
ليون جوزيف سماحة. ليون توني سماحة، توني حسون عفوا. ليون توني حسون. ليون مروان عز الدين. ليون مروان عز الدين. ليون أنطوان عنداري. ليون جوستين طنوس. ليون سامي أزي. ليون نادين لواندوس. ليون ماتيلدا أبو زيد. ليون ماري تيريز بدور. ليون فؤاد الشيباني. الشيباني. ليون هدى أبو سمرة. ليون بطرس عون. ليون بطرس عون. هدى 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 بعدين بوس. ليون إليز روجي. ليون إلي. ليون زينة أيوب. ليون جوزيف شهوان. ليون جوزيف. ليون أنطوان داي. حاكم سمير. ليون أنطوان مش هون. داي. ليون جهاد تيماني. ليون فارس الأشقر. ليون فارس الأشقر. ليون أمال يعقوب. ليون عصام عبد النور. ليون عصام عبد النور.
لان عصام موجود. لا لا انا هون. لايون شبلي الهبر. ليون دكتور صلاح الليدي. دكتور صلاح اخذ درع. ليون نزيها علم الدين. ليون نزيها ما اجيت بالاذن. أنا بهدي هيدا لكل الشباب اللي بيحبوا الرياضة. شكراً لكم. ليون وديع أبي شبل. ليون سمر فواز. ليون سمر فواز. ليون دونا سيران. ليون دونا سيران موجودين؟ طبعا طبعا. وين انا معك اكرم صغير. ليون اكرم صغير. ليون حسن شرف الدين. ليون ليلى الهادي. ما لمحتها. أنا هون. أنا هون. لطفي سري الدين. ليون لطفي سري الدين. ليون رشيد الجالخ موجود. الحاكم ليون مرسيل سلامي. الحاكم السابق ليون دكتور عماد عصيران. الحاكم السابق ليون لويس بوفرح. المدير الدولي السابق ليون سليم موسان. عميد الحكام الحاكم السابق الأنصل ليون كميل فنيانوس. الحاكم السابق المباشر المهندس مرشد الحشاهين. الحاكم السابق جابي جبرايل. حاكم جابي وينه؟ الحاكم السابق المهندس ليون جورج بوشديد. الحاكم السابق ليون نبيل الروس. الحاكم السابق ليون سامي برباري.
حاكم سامي بربيري. الحاكم السابق ليون فياد دبوسي. الحاكم السابق مهندس الليون سمير أبو سمرة. الحاكم السابق الليون جورج فرنيني. الحاكم المنتخب ليون دكتور نصر الله برجي. مدام روزالين صقر سعادي. مدام روزالين صقر سعادي. ليون حبيب القلب ليون جابي تابت. ليون جورج حسون. مبروك روزي. روزي مبروك. ليون أنطوان بطرس. ليون أنطوان بطرس. ليون نايا غلام. ليون نايا غلام. إذا بتسمحوا يا ريت نقعد شوي مع خمس دقايق ونخلص إذا بتريدوا. اسمح لي. إذا بتريدوا زملائنا حضرة حكام حضرة مدير يا ريت نقعد بس على خمس دقايق ونخلصهم بسرعة. اسمحوا لي اسمحوا لي باسم الحاكم إني بهاللحظة نتقدم بالشكر لكل اللي كانوا جنود مجهولين بكل مراحل العمل يلي قضيناهم بهودي 12 شهر. كل المساعدين يلي مروا معنا حنشكرهم واحد واحد اليوم. فإذا بتريدوا معلش تعبوا معنا كل السنة خلينا نعطيهم هالخمس دقايق. ليون هاي غلام. ليون هاي يا جمال. ليون كلود زكا. ليون هيلدا شعار. ليون أو مدام زينة مرعب. مدام زينة مرعب. مدام كارولين كنعان. مدام كارولين كنعان. ليون غريس نعيم. غريس. ليون عليا توما.
ليون عليا توما. وين ليون عليا؟ ليون عماد حسون. ليون كريم رمضان. ليون كلودين غالي غانم. ليون هادي حسيني. طيب انا بيطلع لي يعني ليون جاب اسيس. تفضل. حبيب الليون داني جدعون. نائب الثاني المنتخب الليون نبيل نصور أميسر المنطقة. هاي أنا بخير. أمين مال المنطقة ليون ميشيل حسون. تكريم أخير لحاكم المنطقة ليون فادي غانم. وأخيراً عنا أكثر العالم فلوا في عنا شارات سنوات الأقدمية بيخدوم بالحجمية من 25 30 50 أوكي رح يضلوا بيخدوم بالحجمية. بليز الأندية تبلغ بعض البعض بالإذن. بدي أطلب إذا بتريدوا من كل المساعدين، مساعدين أمين السر، مساعدين أمين المال، ليون زينة مرعيد، ليون كارولين، إذا بتريدوا بدنا ناخد صورة كلنا سوا، عليا، غريس، ما بدي سمي، بليز، ناخد صورة مع الحاكم كلنا سوا. Thank you.
ليون فؤاد غنايور، جوزيف. هيدا جوزيف. جوزيف وين وينه؟ وين بدك تعلوني؟ وين اني؟ وين بده يتعلقوا؟ وليون جورج شبلي. بس بليز خليهم. ايه 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 خلص. انا بوصلهم، انا بوصلهم، خلص انا بوصلهم اياهم. اوكي. هلا جورج شبلي في فؤاد له واحد. هلا بدون نشوف. عم تشوفين فؤاد؟ يلا يلا. هذا تبع جورج شبلي. كم سنة؟ حبيبتي كم سنة لك؟ كم سنة لك؟ 15. كم سنة صار لك؟ 28 30 أو يلا عم نشلو هيدا ليعلو. أنت معي إيه؟ هاي تبع جورج شبلي. إيه؟ ايه عم يجيب له طبعا. 30 هاي لفؤاد. هاي لفؤاد.